تنفيذا للبرنامج الاحتفالي المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تزامنا والاحتفال بالذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف ل 22 جويلية 1962-2024. مصالح أمولية مستغانم تسطر برنامجا احتفاليا خاصا بهذه المناسبة تخلله تقليد الرتب وتسليم الشهادات لمن استفادوا من الترقية بهذه المناسبة. كذلك تم تكريم بعض متقاعدي الشرطة ممن استفادوا من التقاعد لهذه السنة، كذلك بعض الرياضيين والحكام الذين يعني توجوا في مختلف البطولات والمنافسات الرياضية. هذه الاحتفالية عرفت مشاركة السلطات المحلية على رأسها السيد والي ولاية مستغانم ومشاركة السلطات الأمنية والمدنية وممثلي غرفتي البرلمان المجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، كذلك الأسرة الثورية السلطات المحلية والأسرة الإعلامية. اليوم بمناسبة ذكرى 62 ذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، نشكر كل القائمين على أمن ولاية مستغانم على التكريم الذي تكريم الرياضي الاتحاد الرياضي شرطة مستغانم، المصارعة مغالط آية والمصارعة بندحة شارب بندحة مراد المتأهلين إلى البطولة العالمية المدرسية التي ستقام تعليتها إن شاء الله في شهر أكتوبر في دولة البحرين. اليوم تكرمت من قبل أمن ولاية مستغانم، تكرمنا على الشيء اللي أديناه، ونبقاو دائما يعني نبقاو دائما في الخدمة ونأدوا الواجب تاعنا أديناه يعني على أحسن وجه، أديناه بكل تفاني وكل إخلاص وما قصرناش في هذا المهام تاعنا، المهام ما نضر.